إذا كنت تحبين فريد الأطرش حقا فاعملي بنصيحته، إنه هو الذي قال: الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غن ومحلى أنغامها. عزيزاتي أعزائي، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في هذه الصفحة الجديدة من صفحات من ذاكرة الزمن الجميل. وسيرا على نهجي في هذه القناة المتواضعة، أود في هذه الكبسولة أن أتقاسم وإياكم رسالة عاطفية مؤثرة من أرق ما قرأت، أرسلتها معجبة مثقفة عاشقة لفريد الأطرش إلى الأستاذ جورج إبراهيم الخوري رئيس تحرير مجلة الشبكة، فأبى إلا أن ينشرها في عدد المجلة ليوم الثاني من فبراير شباط عام 1970 تحت عنوان ذاهبة مع الريح مرفقة برده عليها، وكانت تلكم هي نصيحته إليها. ولحظات ممتعة. كتب جورج إبراهيم الخوري: تلقيت من صاحبة التوقيع المستعار فادية شادي اليرزي لبنان رسالة عاطفية مؤثرة تروي فيها حكاية الفتاة الاجتماعية البريئة التي تقع في هوى فنان مشهور تفصلها عنه قفار وبحار. فنان ترسم له الفتاة في خيالها وأحلامها صورة الحبيب الوحيد الذي أرسلته السماء ليلة حب ليغني لها ويترنم بجمالها ويعزف على قيثارة قلبها أروع آيات الغرام. فإذا هو منغمس في حياته ولياليه بين سمر وشقر وبين ثريا ونجمة، فيضيع منها وتضيع منه في وادي العذاب والدموع واليأس القاتل. إنها مشكلة تستدر العطف وتستجدي الحل، إنها مشكلة السراب في كل مكان. تقول فادية في رسالتها بالحرف المثقف الواحد: إنني إنسانة مؤمنة بالله تعالى، متفائلة، أرى الحياة من خلال بسمة حانية وضحكة من أعماق القلب، ولكنني اليوم أشرق بدموعي وأنا أكتب إليك، فالألم ينزف من قلبي وكياني. إنني أتألم بصمت كي أداري مشاعر أهلي وزملائي وزميلاتي الذين يخشون أن تجرحني نسمة الهواء، وأداري أيضا شعور صديق حميم لك فنان يتمتع بوداعة الطفل المتقلب المزاج الذي يحطم المرأة كما يحطم الصغير أحب لعبة إلى قلبه، يحطمها وهو لا يشعر أنه حطمها وآلمها وتركها تئن من العذاب. لذلك فإني أعذره لأنه لا يدري بما اقترفت يداه. وقد تستغرب لماذا أكتب إليك أنت بالذات، خصوصا إذا عرفت أني كنت دائما أواجه أزماتي بنفسي وأحلها برحبات صدر وواقعية ومنطق، ولكن شعوري بأنك تحس مع الآخرين جعلني أخرج معك عن الصمت الذي كاد يقتلني. فقرأني يا صديقي، ثم ارمي رسالتي في سلة المهملات كما رميت حبي الكبير وموهبتي وإجازاتي في أكثر من ليسانس بسلة المهملات. قد تتساءل لماذا أصل إلى سلة المهملات وأنا أملك كل تلك المؤهلات التي من شأنها أن تجعل مني إنسانة مرموقة؟ والجواب بسيط، هو أني أملك المؤهلات ولا أملك الإمكانيات، ومع ذلك لم أستسلم للخمول. تابعت تحصيل أعلى درجات العلم مع أني لن أستطيع النزول إلى معترك العمل، وصقلت موهبتي وأعطيت أروع ما عندي بعد أن فجر الحب كل طاقات الدفينة ووهبتها لصديقك الحميم وحده، مضحية بالشهرة والمعنويات بدافع من الوفاء والتقدير لمن أحب واحتراما لتقاليد بيئة التي ترى حتى في الشعر والأدب قلة أدب. ولكن صديقك الحميم لم يقدر عاطفتي ولا عطائي، وجرحني في صميمي وطعنني في أنفتي، فلم أعد أعرف كيف أجر قدمي وألوذ بجراحي.
أنا التي لم تحن رأسها لأحد حتى لصديقك الحميم الذي أحببته بصمت سنوات، وصدفة التقينا وحاولت مشاعري رغم أن الفرصة سنحت لكي أبوح له ولم أفعل، مع أنه كان يمر بظروف صحية دقيقة. وعز اللقاء بيننا أكثر من 4 سنوات، وصدفة التقينا وحاولت أن أداري عنه، ولكنه أحس بمشاعري وفاتحني بأمرها بعد ذلك، وأستغرب لماذا أكن له كل تلك العاطفة الكبيرة. وبعد أيام أصبح يخشى على قلبه المرهق من شؤون الحب وشجونه بعد أن اكتوته التجارب، وأصبح قاسيا يخطئ الحكم على من يحبه. وأمضينا ليلة رأس السنة الحالية سوية تحت سقف واحد في فندق أنيق، وكنت أنت بقربه، وكنت أنا أجلس إلى طاولة مجاورة أراقبكما وأنتما تبتسمان وتضحكان وتمرحان. كنت أرتاح حين يخصك أنت وحدك باهتمامه، لأنك رجل ولست امرأة من شلة الشقراوات والسمراوات التي تشعل نار الغيرة في قلبي. واستقبلت العام الجديد في الفندق بالتفاؤل، وأنا أضحك لأهلي وشلتي بينما أعتصر اليأس والكأس بيدي، وشربت أكثر من نصف زجاجة ويسكي سك دون أن أدع أحدا يلاحظ ذلك. وفجأة حانت التفاتة من صديقك الحميم إلى الوراء، ففغرفاه دهشة، لم يكن يتوقع أن يراني، لذلك جاءت نظرته عفوية حانية ملهوفة تدحض القرار الذي كان قد اتخذه. نظرة أحرجتني لدرجة أني خفضت آدابي وأخفيت وجهي بيدي خفرا وحياء، وانتظر أن ألقي عليه تحية رأس السنة، ولكني لم أفعل لأني احترمت إرادته وظروفه وعاملته معاملة الغرباء. ولكني في قلبي عشت معه وحده تلك الليلة لحظة بلحظة، وأرسلت له في اليوم التالي باقة ورد مع تمنياتي له بالعام الجديد، فلم يجب أو يشكر أو يقول وأنت طيبة. غير أن عذابي بصديقك ليس هو كل عذابي، بل إن أهلي أيضا هم عذابي، إنهم يعاملونني كمخلوقة هي ملكهم وحدهم، يخشون عليها من معترك الحياة، ويعتقدون من فرط حبهم لي ومن الحب ما قتل أن تأمين راحتي هو في جعلي سلبية لا أنفعل أو أتفاعل في شيء، وأن أبقى في منأى عن دوامة الحياة. لقد بدأت أشعر بضيق حقيقي في التنفس، أشعر الآن أني بت أمشي إلى نهاية السريعة، ومن يدري فقد أصبح يوما جارة لكم في الحازمية، تعيش مع الذين أضاعوا عقولهم. شيئان بقيا لي لا يستطيع أن ينتزعهما مني أحد، هما حبي وعذابي الصامتان. فإذا صادفت يوما ابنة عائلة عريقة شرقية السمات ذاهبة مع الريح، فاعلم أني أنا هي، وأني أنتظر اليوم الذي يدعو الله فيه نفسي المعذبة إلى الراحة بصبر ورضا. الآن استرحت، كتبت إليك واسترحت، فلا تقلق علي، بل عد إلى جوك ومرحك، وأرجو أن تسهر على صحة صديقك وأن تحرص على صداقته. ودمت. وكتب جورج إبراهيم الخوري في رده عليها: عزيزتي، يسعدني حقا أن تكوني قد استرحت بعدما أفرغت كل ما في صدرك من لواعج. لواعجك انتهت يا عزيزتي، وبدأت معي لواعجي، ذلك أن صديقي الحميم بطل قصتك هو فريد الأطرش، وذلك أنك فتاة مثقفة من عائلة عريقة اختارتني وحدي دون الناس لأنها تثق بي. أما كيف عرفت أن بطل قصتك هو الموسيقار العاطفي فريد الأطرش؟ فلأن كل مواصفاتك له تدل عليه، ولأنني سهرت معه ليلة رأس السنة في فندق بريستول، ولاحظت في نهاية السهرة أنه كان تائها كالمفكرين، حالما كالعشاق، متبرما كضيق الأنفاس، دون أن أعرف الأسباب.
وأنا إذ أعلن اسمه فلأنني أعرف أنه فنان شريف نبيل أصيل، لا يحطم اللعبة كما تفضلت بقدر ما يحاول أن يصونها ويداريها ويعيدها إلى مكانها الطبيعي. وأعرف أيضا أنه خلوق كبير ذو ضمير، ولولا ذلك لما أشاح بقلبه عنك. أنت الجميلة العريقة المثقفة التي يتمنى أي رجل أن يحظى بشرف حبها. أنا لو كنت مكانك يا آنستي لحكمت عقلي قبل قلبي، وأكبرت في فريد الأطرش موقفه، وشكرته على تصرفه النبيل. وبعد، يذهلني بك استسلامك لليأس والعذاب. أنت حاملة الليسانس التي مرت بصفوف الفلسفة والحكمة وعلم النفس. يذهلني بك قنوطك من الحياة. أنت الذكية الواعية التي تعترف بالواقعية والمنطق. يذهلني كل هذا وأنت تدركين كل الإدراك أن الفنان هو ملك الناس جميعا، وأغانيه لا تعني إنسانا بمفرده، وتجاوبه مع لهفة المعجبات به لا يعني التجاوب مع الحب والوله والدموع. كما تدركين أيضا قول الحافظ: لا تحزن إذا لم تدرك سر الحياة، فإن خلف الحجاب لذائذ كثيرة. إن الحياة ملأى باللذائذ الطاهرة يا صديقتي، وما حرمتنا منه ليرزا مثلا نستطيع أن ندركه في اللويزا. إن في الحياة ألف رحلة جميلة، ورحلة طولها ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة كما يقول المثل الصيني. المهم أن تنعتقي من قيودك وغمومك وظلامك، وتبدأي بهذه الخطوة السعيدة. وإذا كنت تحبين فريد الأطرش حقا فاعملي بنصيحته، إنه هو الذي قال: الحياة حلوة بس نفهمها، الحياة غنوة محلى أنغمها. تغمد الله فريد الأطرش وفنانات وفناني الزمن الجميل بواسع رحمته، وغفر لنا ولهم، وأمد في عمر من لا يزالون منهم على قيد الحياة، ومتعهم بموفور الصحة والعافية. وحتى لقاء آخر مع صفحة أخرى، تقبلوا تحيات أخيكم نعيم المامون.